وانا قاعد بستناك. اتنين هتملي باش معندش انت التاني. حيله اجيل 5 كيلو وازير. لا 5 كيلو سلك وربع ازير. 5 كيلو سلك وربع ازير. ايوه شغلكم فين النهارده؟ فعمود 550 برد. طيب خد دول معاك. اتفضل شيل يا سيد امك بقى. يلا يا سيد الشغل بتاع اللومانيه. خد الازير والسلك. ايوه ايوه بقى احنا جايين. يلا يلا يا اخي ميت النونه تورناتا. هو ادينا مفضل السلم. انا كيف نعمل ولا لازم هو العمود ده؟ ايوه هو. يلا اطلع شوف شغلك. انت كل مره تقول لي اطلع اطلع وانت ما تطلعش ليه يا عبيط؟ انا بقول لك اطلع علشان تتمرن وتتعلم الصنعه، بعد كده تبقى قصتك كويس وتزيد نهيتك كده. امال انا اطلع قوي، انا واخد على طرق النخل في بلدنا. يلا اطلع. فرد بسم الله الرحمن الرحيم. سايب سايب الهوان ازاي جدع؟ الظيل الابو دي شغلانه 60. الواحد يفضل مشعلق في الهوا وزريق له الزلفت كده ولا كده. الله يرحمه. وليه ملوش دي غير الاجر بتاعه؟ تز على الاجر بتاعه. نعم لا مش خايف. اتفضل اطلع جرب وريني الغلب بتاعه. بس بلاش غلب، انت اربط السلك اللي هو بقى. راح نربطه ان شاء الله تتربط في عربيه الكلاب. نولي الزراتيه. زراتيه ايه يا اخي؟ الزراتيه مغفل لان بنربط بيه. اه قول البنزة. البنزة يعني لازم تتفلسف؟ طب لو ان البيزا يا سيد امه. انت طلعت من غير عده؟ ايوه انا اقولها لي. انزل خدها. ويعني انت راح تتعشك في رجليك لما تطلع تنقولها لي؟ وانت هتخس لما تنزل تاخدها وترجع تاني؟ ادين نزلت. هات يا سيدي خد. يا سلام عليك على دمك. امال انت سالتك ايه؟ بس تشيل الصندوق ولا جنابك امين اللي باش مهندس؟ انت غلباوي يا اخي. يا ريتني جبت واحد غيرك. يعني لو كانوا عملوا السلوك دي من تحت كان يجرى ايه؟ خايفين لحد يسرقهم؟ نصحين مصلحه واعي. اسمع يا عثمان. في ايه؟ ما تخليش تبص لتحت لحسن بتدوخ. يخرب بيت ابوك. ايدي خلي بالك، امن على السلك نمره 4. الا ان ابو نمره 4 ونمره 5. سيبنا خلينا نشتغل في نهارك العلاج بربنا. هو ايوه لحسن انا عينك بطاله بترف. اخص البيت زواج ولا بندق يا بندق ورا فندق. ننزل نجيبه امر لله. ما انا عارف قلب حاسس ان اخر الطلوع النزول ده رح ننزل نرف زي الفريه. وراح فين الولد وسايب العده لوحده؟ طيب ايوه خلي العيال يسرقوا العده بتاع المصلحه علشان يودوه في دهنه. واللي فاكر ان احنا نخليه ببالي راح تبقى هنا تحت وانا فوق. فين؟ لا دي شغلانه ملهاش اخر. طالع نازل نازل طالع لما بقيت بنخر ميه ولسه ما عملناش حاجه. نقلها ونريح نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا راجل يا تترميني يخرب بيتك. يا سويس يخرب بيت الترومبيل على الكاسيت على البيتزا. يا ولا بندق يعني ننزل تاني؟ ننزل وامر لله. الجسم اتهرت. ايدي
هتعمل ايه؟ انت كنت فين؟ انت لحقت الجوع؟ احنا لسه عملنا حاجة؟ عملنا حاجة؟ ما انت زي ما عملتش حاجة، لكن انا جيت من التلوين المسؤول. طيب يلا اطلع شوف شغلك بلا غلبة. جنبه بس لسانك. شوف شغلك، ما انا عارف اني اشوف شغلي. لا نقدر نشتغل على لحم بطني ولا انا بنشتغل علشان ايه؟ مش علشان ناخد؟ قالك السم الهاري. وانت راح نرزيكي فين هداية بقى؟ تدعوي لك مسمار. ورد. خبر اسود هو جه في راسك؟ راحت راس الراجل، راحت راس الراجل المصيبه. الشاكوش حورني في راسي. بتخلي راسك جنب العمود ليه؟ بس كنت تخلي راسك في الناحيه الثانيه. هات له الاسعاف حالا. اسعاف انت ايش توديني بدايه؟ اعمل معروف واديه الاسخخانه القريب دي. لا حول الا المسكين. وين انت كنت راح تموت الراجل كده؟ يلا ولا موت موت. يلا عمل لي ابوكاتو انت كمان. والله صعبان علي المسكين. لا حول الله. غصب عني انا كنت عاوز نهوره. اسمته انا ما غصب عني انا كنت عايز نبتعه. ايوه الحق عليك، انت اللي عورته. حق عليك؟ مين اللي بيتكلم ده؟ انا اللي بتكلم. انت يا ولد مش تبقى تاخد بالك. ايوه راح ناخد بالي قوي. انتوا ساكنين هنا؟ ايوه ساكنين هنا. ما عندكوش سلوك عايز يصلح؟ يا اختي يا مكرك. ياسمينة. ايوه حاضر. انت اسمك ياسمينة؟ ايوه ياسمينة. وانت؟ انا عثمان. عثمان؟ ايوه ياسمينة. ايوه حاضر. يا ياسمينة يا بطه. يا خرب بيت ابوك. نشتغل شويه قبل ما ترجع تاني. ده ليه؟ هنرجع تاني؟ طب قول لها مالك؟ الله انت لسه هنا؟ وانا راح نبتدي من هنا بقى. اسمعي. نعم. عندك ايش فتة دبارة؟ دبارة؟ اي حاضر على عيني. يا ولد البنت كل ما ده بتحلو فعليا قوي. يا بندو اتفضل. عينيا. خلاص يا بيه. طيب يا سيدي كتر خيرك. هات ارسال. ارسال ليه؟ عشان الرباطة. الرباط ما يمشي سهل. مال؟ لا يا سيدي ان الله الغني مش عايز الرباط. السلام عليكم يا بيه. يا فندي ست كوبايات بشلي، اربع صحون بشلي، سلطانية للشربة باربع ابيض، فنجان للقهوة بقرش ابيض. شفت الاختراع الجديد اللي عملته؟ اختراع ايه؟ رباط العدة كده بالدبارة. وربطتهم كده ليه؟ علشان الحتة اللي تقع نجيبه زي الهوا. اه شوفي نحتف لك الكشوش تهو ونجيبه حالك فرق. ولا حاج ولا سحر. اظن فاكر ان انزل لك لما تموت. تعال حاكمني بقى. احاكمك؟ ده انا هفرجك، ده انا هخرب بيتك. انا حاكمك يا بندق. انا حاكمك قال يا بندق. انزل يا راجل سيبه. انزل. الله 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 الراجل تعال. تعال هنا. انزل يا راجل. انزل فين؟ انزل انت تعال اديني حاجه البضاعه. طيب استنى انت هتخبرني؟ انزل هات حاجه البضاعه اللي كسرتها. يلا انزل. شويه طيب انزل على مهلك بس.
مش هعمل ايه يا جدع انت؟ انا باخد الحته بتاعتك. انت ايه عندك الفرع عاملين لي مصلحه حطيه 3000 جنيه وانتوا سلطانيه مربعه ابيض كوبايه للميه بيرش ابيض فنجان للقهوه بيرش ابيض سلطانيه للشربه مربعه ابيض وادي نص ريال غرامه على السوق. خد التليفون وجرب السلك نمرة 4 خلينا نخلص بس فلح تجيب لنا المصايب. انا مالي؟ انا قلت له انت هتمحك في العمود بالصحون والسلاتين بتاعك. خلينا نخلص. خد ست روحك. الو تقامية الرمل؟ ايوه. انت يوسف؟ ايوه. انا ابراهيم بيه. تقدر تسيب كل اللي في ايدك وتيجي دلوقتي حالا عشان تاخد المكافأة؟ عن اذنك ثانية واحدة. الو انت سامعني؟ ايوه سامعك. سيب اللي في ايدك وتعالى انت وزميلك دلوقتي عشان تاخد المكافأة. مكافأة؟ تجري ريكس الوبور ولا عايزين علشان ناخد المكافأة؟ مين اللي عاوزك؟ بس نسيت اسأله. استنى انت مين؟ انا المدير. انت مين؟ انا عثمان عبد الباسط. طز طز المدير هو اللي عايزنا ولا نسمينا؟ نسمينا ايه؟ انا رجع لك. رايح على فين؟ رايح نعبد المكافأة ونهيس. بس على مهلك انزل بشويش يا روحي. ايوه اسمنز عليك اخي يا نار. لو ما كانش العمود بقي يا ولا بشويش يا عثمان. بس اول ما نقبض نجيلك طوالي. اوعى تغيب. ده فشل. انت متاكد ان ساعه المدير هو اللي طلبك؟ ايوه ده لسه مكلمني في التليفون دلوقتي علشان نيجي نقبض المكافاه. مكافاه ايه؟ انت مالك بقى احضر. اسكت بس. انت ما تبقاش غلباوي. بس دخلني انت من معروف. انا مالي؟ اتفضل. ايوه تعالى ولد. انا جيت وافني. انت ايه؟ انا عثمان عبد الباسط اللي جنابك كلمتيني في التليفون دلوقتي وانا على العمود بتاع 550 وحضرته زميلي الاسطى بندق. كلمتك عشان ايه؟ علشان المكافاه. مكافاه ايه يا راجل؟ مكافاه علشان الاختراع الجديد اللي عملته. اختراع ايه اللي عملته يا اخوي؟ يعني رباط العده بالدباره بدل الطلوع والنزول على العمود. دباره ايه ورباط ايه وتليفون ايه؟ انا لا نادهتك ولا شفتك ولا كلمتك. لا يا بيه بس جنابك ناسي. حتى بالعماره وانت بتكلمني في الاخر قلت لي طز. طيب يا سيدي 100 طز. اتفضل بره. كتر خيرك ربنا يطول عمرك. اتفضل. ايه قبضت المكافاه؟ ايوه قبضنا 100 طز. تاخد لك 10 منهم؟ يلا يا سيد ابوك انت راح تنك وراي وانا راح نشوف خير في حياتي. يلا ايوه يا سعاده الباشا اذا كنت تحب تشرف سعادتك انا فاضي بكره بعد الظهر. ايوه اوروار يا باشا. انا هقدم الحسابات بكره يا بيه. كويس. وانت يا سيد افندي فندم تعمل شيك ب 1500 جنيه باسم دايرة يوسف باشا فهمي. حاضر يا بي. اوه الو. ايوه قلت لك 100 مره انا علي بيه. ايه مش فاضي؟ اوه ما احناش خالصين. تكون تراتاتا هي بيه. طيب استني شوي. ابو مادمازيل ريتا سيفيني؟ وي مون بي فوشي لا لتر. ميرسي ميرسي ميرسي. الكونتراتو ده غلط. لازم تغير البند الثالث والخامس. حاضر يا بيه. لازم تاخدي بالك. حاضر يا بيه. ايه في ايه؟ مهندس العماره منتظرك جوه. طيب انا جاي حالا. وانت زي ما فهمت وانتوا تفضلوا دلوقتي شوف شغلكم وابعت لكم بعدين. حاضر يا بيه. اتفضل يا بيه. اوه كيكي ازاي؟ شو بتردي يا شيري؟ ايه لازمك حاجه يا عزيزتي؟ اذا شتان تريجو لي شابوري جا ستبلي شيري. يعني عايزه كام؟ 10 جنيه بس. برنيطه ب 10 جنيه يا بلاش ولا ميرسي شيري. اوروار اوروار.
يا مدمازيل بولي، فضلك انتظر هنا عشان حملك جواب تكتبيه، وانت هات لي دوسيه البنك العقاري. يا بيه، ايه اعضاء مجلس الاداره منتظرينك. اه اديني جاي. سعادتك بعت لي يا بيه. ايه معايا منتظر، ما بقاش فيا مخ، ما بقاش فيا راس. بونجور يا حضرات. بونجور يا علي بيه. اهلا وسهلا. اسمع يا علي بيه، قبل كل شيء انا يلزمني اجازه. أوه، أظن مش مناسب إنك تقوم في أجازة دلوقتي، لأن دول يومين موسم والعمل كتير. ولكن أنا صحتي تعبانة ويلزمني ولو شهر راحة على الأقل. لا لا لا، مش ممكن، لأن محدش يقدر يقوم بالعمل غيرك. إزاي ده؟ البركة فيكو؟ على كل حال تقدر تأجل الأجازة دي لوقت تاني يا علي بيه. وش بعد التأجيل؟ حوم الأجازة إمتى؟ في الشتاء. وإنت عثمان؟ أنا عندي شغل. ايه هو؟ العمود 550 برضه. انت بقالك 5-6 ايام بتشتغل في العمود ده. ما هو اصل العمود تلفان، كل الخروم اللي فيه بايظ، نلحم الخرم ده يتفتح الخرم ده. خرم ايه يا راجل يا مغفل؟ انت فاكر بتكلم واحد حمار ما بيفهمش؟ وانا لا سمح الله قلت لجنابك انك حمار؟ ولو كنت جنابك حمار يصح ان انا اقول لك حمار؟ ده انا كنت نقطع اللسان. اخرج يا قليل الادب. قليل الادب انا شان ايه بقى يا سيدي؟ بس بقى الشد، انت فاكر انني مش فاهم معنى الكلام اللي بنقوله؟ اه لو كنت قلت لجنابك حمار كنت بقى لي الادب، لكن دلوقتي بقى لي الادب علشان ايه يا سيدي؟ بزياده اتنين انت اعتمد لي ابوكاتو، انت مصيبه. يا مصطفى فندم، يا مصطفى فندم، مين العامل اللي صلح العمود 550؟ انا فندم. اه انت؟ ايوه. برافو عليك، روح سلم جناب المدير. على عيني. شايف لازم جناب المدير بعت لي علشان يشكرني. يشكرك؟ ده هيشكرك قوي. كتر خيرك يا وش الخير، علشان تعرف جنابك ان انا اتملي نعمل شغل مظبوط. شايف يا لوح؟ بس من فضل جنابك تسمح تيجي ويا عند جناب المدير علشان تملي وعدني ان يديله مكافاه ويرجع ينسى تاني. ليه؟ هو كان قبل كده وعدك ان يديلك مكافاه؟ ايوه وعدني، وبعدين رجل نكر تاني وقال ان انا ما شفتكش ولا انا رافقش ولا كلمتكش ولا قابلتكش كل اللبش اللي في الدنيا قاله. لا ده المره دي هيدي لك مكافاه هتنبسط منها قوي قوي قوي. كتر خيرك. أيوة. تعالى معايا راح ناخد المكافاه وعينك تبوظ. استنى يا فندم المكافاه. الراجل هو اللي صلح العمود نمرة 550 يا سعاده البيت. ايوه. ما شاء الله ما شاء الله. اسمك ايه؟ يا سلام، انت تملي تنسى جنابك مش عارفني يا بيه؟ والله اسف، احب اتشرف. انا اللي كنت وعدتني جنابك بالمكافاه في التليفون، حتى بالاماره قلت لي تز. اه هو حضرتك؟ ايوه يا فندم محسوبه. طب اسمع، نظرا لكونك راجل عبيط وبدال ما تصلح اتلفت. اتلفت ايه يا بيه؟ انا لحمت كل سلوكه بعده، يعني خليته كله كتله واحده. عال، وعشان كده هنكافئك. ربنا يخليك طول عمرك. هنكافئك بردك المصلحة. مبسوط برضو تز. يلا 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 يلا، مش اطلع بره. يلا يلا امشي اطلع بره. نايم ما زوج خلاص نايم، يعني مفيش مصلحة غير المصلحة. يلا يلا يلا، المصلحة كتير. طب يلا 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 يلا، وتفضلوا بول تحياتنا، بس تبعتي شوجر من فضلك. حاضر يا بنتي. ايوه انا يا عزيز. يا سلام، انت لسه بتشتغل؟ دي الساعة 9 دلوقتي. الساعة 9؟ أوه أنا آسف لأني ما شعرتش مرور الوقت من كسرة الشغل. لا ما تقلقيش أنا جاي لك حالا. أيوة أوروار. أنا بلو جون دو ماما بيش. نو ميرسي. بونسوار. بونسوار. أنت كنت بتقول إيه يا بيه؟ بقول إن لعب البورصة في لندن هو السبب في هبوط الاسهم في بورصتنا كده. ايوه، ولكن الحمد لله انا فهمت لعبتهم وقدرت ابيع اسهمنا بثمن مرتفع. احنا مالنا ومال كده؟ انت عازمني على العشاء ولا عازمني اخد درس بالمسائل الماليه؟ اسكت يا صديقي، انا روحي بقت في مناخير اهو، كل ليله ما فيش عنده غير الكلام في البورصه والمضاربات، والاسهم طلعت والاسهم نزلت وحياه تطلع الروح. انت شفت فستان الجديد يا علي بيه؟
ايوه مش بطال. اعمل ايه دلوقتي يا عثمان؟ اعمل كل حاجه الرزق بالله، اي شغلانه نشتغل فيه. طيب ما تزعلش، الحمد لله اللي طلعت، يعني هي كانت شغلانه نطلع شغلانه ملعونه طول النهار، طالع رمضان اموت نازل اموت طالع، لكن ما تقدريش تعرفي انا قد ايه مبسوط من الاموت ده. ايوه لانه هو كان السبب بمعرفتي بيك. يعني حبيتني؟ حبيتك تاني من ساعة ما شفتك وانا طول الليل نهلوس بيك كده هلوسة. ايه ده يا اخي؟ انت ما صدقت انك بطلت من الشغل وطرت قوام على ياسمينة؟ بندق، هو انت ما عندكش شغل النهارده؟ لما طلع هو التاني. ازاي الكلام ده؟ ايوه من محبته فيا طلع روحه علشاني. والعمل دلوقتي؟ والعمل ولا حاجه، رزقين على الله. طب اسمع يا عثمان. ايه؟ عارف الراجل الاجزاجي اللي هناك ده راجل طيب وانا اعرفه. تعرفي انا ايه؟ بتبسبس له؟ لا ده احنا بناخد منه ادويه وحاجات. وانا بحسب. لا ما تخافش. يعني ايه؟ هنشتغل تمرجيه؟ تمرجيه بويجيه، احنا لاقيين نشتغل كل حاجه. يلا ودينا على الاجزاجي. يلا تعال معاه. التمرجيه. تعال. يا ما انت كريم يا رب. سالمي لك. خدوا البسوا القوة دي وبكرة تلبسوا هدوم نظيفة. لا ده احنا بكرة نلبس لك هدوم نضيف على كيفك. ايوة نلبس هدوم المصلحة. مصلحة ايه يا مغفل؟ نلبس له هدوم بتاع الناس الزوال. طيب يلا شوف شغلكم. حاضر. بس اوعوا تكسروا حاجة. لا ما تخافش. ربنا كريم. اما شغلانه الاسقخانه دي يا عم راح تبقى على كيفك. اه طبعا. ايوه علشان لو عيت ولا جرى لك حاجه يبقى الدواء هنا كله بلاش وبلاش. يلا يلا ننضف الرفوف زي ما قال. يلا تعال ناولنا السلم ده وانا نطلع نناولك وانت تمسك اسند. على مين؟ لا ما تخافش علي، انا بهلوان على كيفك. يا نهار اسود على عمرك. اسمع. نعم. يلا ناخد هدومنا ونهرب قبل ما يجي الراجل صاحب الاسقخانه يودينا في ده. يلا كده. انتوا عملتوا ايه؟ لا ولا حاجه، حصل خير سليمه. كده كسرتوا الازاز الفاضيه؟ ايه هم فاضيين؟ الحمد لله. مخصوم منكم ثلاث ايام. ثلاث ايام على الازاز الفاضيه؟ امال لو كانوا ملانين كان خصم ايه؟ شهر. يا بيه. ايه؟ مادموزيل عايده منتظره في الاوضه. حد من المستخدمين هنا؟ لا كلهم انصرفوا. يلزم خدمه؟ لا. وتفضل انت كمان روح. ميرسي. بونسوار. بونسوار. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بونسوار. بونسوار شيري. ما فيش حد هنا؟ لا كلهم روحوا. تفضلي. قولي. ايه؟ نويت على ايه؟ على السفر طبعا. على السفر؟ اه شيري. اوه انا يخلصني زعلك، وعلشان تكوني مطمئنه شوفي كتبت ايه. كتبت ايه؟ حضرات زملائي الاعزاء، انا صممت على رايي وقمت الاجازه لمده 15 يوم، فالرجع عدم البحث عني. ايه مبسوطه يا ستي؟ مبسوطه قوي. انت هسافره الليله؟ شنطك مش جاهزه؟ جاهزه قوي. خلاص علمينا حالا. انا انتظر ايه؟ عاوزنا ساعة بيه؟ أيوة تعال فندم. يلا اقفل المكتب. حاضر يا فندم. أنا شيرين. اسمعوا. ايوه انا هغيب نص ساعه. طيب اذا جاء حد خليه ينتظرني. طيب حاضر. بس هو تبيعوا حاجه ولا تدوا دواء لحد؟ لا 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 احنا منك يا بندق. نعم. تعال علشان تنظف الترابيزه دي. انزل ولا انزل. اطلع لك. اتحرك. عال ولا ايه؟ نحن دلوقتي بين صاحبين الاسقخانه، يعني انا الدكتور وانت الكمرجي. يلا بقى نودى بالدواء بتاع العيانين. لا
انما البتاعه اللي عمال نحرك فيه من الصبح ده جه سؤال. الله ولا نعم تو لذه. الله ده طعم قوي قوي. ايه ده يا اخي؟ الله وجابك. لا يوجد احد هنا. شوف مين ولا لك لسان يكون صاحبين الدواء اللي بنلحس فيه ده. طيب خليني شويه خليني شويه. طيب اخ ما فيش لقمه؟ بس كنت عارف كده من الصبح. نعم. أأنت الصيدلي؟ نعم يلزم خدمة؟ يلزمني مطهر للإمعاء. إيه؟ استنى شوية. الحق. إيه في إيه؟ الله أنت كاتب الدواء كله؟ لا لسه في لحظة. واحد بيتكلم كلام بره مانيش فاهم له معنى وباين عليه عيان. عيان؟ هاتوا هاتوا. تعمل له إيه؟ أنت مالك نتعلم فيه؟ يمكن ربنا ياخد بيدينا عيان في عيان نطلع من هنا جتاتنا. انا ماليش دعوه انا هجيبهولك. يلا هاتوا بس مالكش دعوه. عيان اتفضل جوه عند الدكتور. شكرا يا عزيزي. اهو جاي. تعال اتفضل. نعمت صباحا يا جناب البروفيسور. اه مش جنابك العيان؟ اتفضل اتفضل. نعم لقد اعتراني منذ 5 شهور ديزنتريا، ولقد شفيت منها والحمد لله، ولكنها تركت عندي أثر في الإمعاء. ديزنتريا. لا إحنا نطيبك إن شاء الله. تطيبه إزاي؟ أنت مالك بقى ده مليان عيا، والأزايز دول في كل إزازة منهم دواء علشان عيا مخصوص، فإحنا نحط له من كل إزازة نقطة نملى له فنجان وندهنه يخف على طول. والله فكرة. مش قلت لك اننا ضروري رح نبقى دكتور؟ يلا نزل الازايز نزل كل الازايز. انت اما نزل هي موت لك موت لك كل الزودونتريا اللي عندك وينظف القمع بتاعك. ولا نعم جيب له باستيليا يمز بيها. حاضر. اتفضل اشرب في صحتك بالشفاء بالشفاء. مش ولا جرالو يا ولا. انا مش قلت لك اوعى يكون مات؟ يا خبر اسود على عمرك. نعمل فيها ولا نفوقها بايه؟ اجيب لك ازازه البنزين. بنزين ايه؟ احنا راح نطلع البقعه اللي فيها ننضفه. اسمع. نعم. جيب صبغ دريوت ننقط له في ودانه وفي عينيه. حاضر. اخلص احسن عينيه عزيزي. اخلص يخرب بيتك. انا فين؟ انت هنا في الاسكيخانة. وعاوزين كام؟ ولا حاجة. عاوزينك تروح على بيتكم بالسلامة. افتح السنافورة ولا توبة توبة. لو كنت تعمل دكتور تاني مرة. انا مش قلت لك؟ قلت لي يخرب بيته كان يوديني في دهن. شوف شوف لك صاحب الاسكيخانة دي. ايه الراجل ده اللي كان هنا؟ لا مفيش. ده كان بيسأل على معشاك. وايه الناس الازايز دي كلها؟ كنا بننظف شوية. لا كنا بننظف قوي. شيل وده رجع تاني. الله راحت فين اللبخة اللي كانت هنا؟ ايه اللي كانت هنا دي لبخة؟ انت وكلتني لبخة؟ ها؟ انتوا اكلتوا اللبخة؟ ايوه كنا جعانين. اقعد اقعد اقعد. انتوا هتقعدوا نفسكم في داهيه. يلزمك غسيل بطن عوام. اقعد هات الميه. اخلص ميه. تعالى اغسل لي بطني. امسك امسك جيب الميه. يا اخي استنى انت. هات الميه هات الميه. هاي سلام عليك. استنى علي بيه مش هنا وما نعرفش راح فين. ايه العمل دلوقتي؟ يومين النهارده وما نعرفش علي بيه راح فين؟ لازم يكون امن الاجازه اللي كان طالبها وانتم عارضين فيها. ده مش معقول. كان لازم يكتب لنا. امال يعني راح فين؟ يجوز جرى له حاجه. انا من رايي اننا نبلغ البوليس. لا احسن نستنى لغايه بكره.
انا اديلك دواء كويس، دواء مش موجود الا عندنا هنا بس. انا عارف. اسمع ما نشوف ايه الدواء اللي هيدوله علشان يصلح صحته واعصابه. الدواء هو الازازه بخمسين قرش، تاخد كل يوم جرعتين. خليك كتر منه، يحصل عنده ذهول بسيط بتهيؤه. حط الإزازة دي في علبتها. حاضر. ولا اسمع، ما احنا من يوم ما كنا اللبخة الملعونة دي واللي دخل في بطننا ما طلعش تان ابدا، وده الدواء اللي حينظف مصاريننا ويخليها اجدد مكان. خد اشرب بالشفا. لذيذ قوي، هات كمان واحد. لا لا ما تكترش، لحسن يحصل لنا تهيؤات. انت ما سمعتش كان بيقول ايه للراجل الزبون؟ خد يا عثمان ودي الازازه دي بيت محمود بيك. حاضر. عارفه؟ ايوه الاسمراني اللي بيجي هنا تملي ده. وانت يا بندق. نعم. الباكو ده توديه لمدام مارجريت وهات منها 15 قرش. حاضر. يلا هوام اتلحلح. اسمع بقى ولد. نعم. انت تخلص المشوار بتاعك وانا اخلص المشوار بتاعي ونتقابل هنا علشان نرجع سوا للازقخانه بتاعنا. ايه اللي الازقخانه بتاعتنا؟ الاول بتتمازى على ايه؟ قادر ربنا يدينا شويه فلوس نفتح ازقخانه، انت تبقى كمرجي وانا دكتور. هبقى قابلني يعني هتقع عليك فلوس من السماء؟ مش كتير على الله، ربنا قادر على كل شيء. قادر واحنا واقفين دلوقتي يوقع علينا كيس فلوس من السماء. مش فاكر انا ايه ده؟ لازم جرى حاجه. تعالوا شوفوا، مش ده علي بيه؟ علي بيه مظبوط، هو بعينه. يا بيه ولا ايه؟ نحن جرالنا ايه؟ يومين دلوقتي كنت فين؟ كنت في الازقخانة. هو جراله ايه يا دكتور؟ لا دي حاجة بسيطة، يظهر ان حصل عنده ارتجاج في المخ ويلزمه شوية راحة. فين الازازة؟ اهي الازازة. لا مش دي الازازة التاني الكبير اللي خرجت بيه انا من الازقخانة. احنا في الازازة دلوقتي، احنا في صحتك. مش احسن يا دكتور نوديه على البيت؟ لازم ضروري. اتفضل. طيب هاتول جميل وياي. ايوه هو جاي. اتفضل. لكن انتوا اللي تودونا دلوقتي على فين؟ على البيت يا بيه، دي شويه راحه بسيطه وكل ده يزول. ايوه اتفضل. ولا بندق. نعم. تعال ورايا على البيت. طيب وراي. انت صحيح؟ انا يا اخويا مش عارف نحن جرالنا ايه. نحن ولا نحن مش نحن؟ والله يا اخي ما انا عارف. صباح الخير يا بيه. صباح الخير. ايه ده؟ الحمد لله على سلامتك يا بيه. الله يسلمك. ايه ده اكل؟ اكل؟ خليك مقدم ما تتسرحش. اجيب ايه فطور عشان حضرته؟ هاتيله حتة جبنة قديمة. جبنة ايه يا اخي؟ هاتيلي من ده. حاضر يا بيه. ولا نعم. نحن لازم متنا ودلوقتي في الجنة. والله ده شيء يعلمه ربنا. ادي الدواء بتاع حضرتك. دواء؟
لازم التهيؤات اللي نحن فيه ده من الملؤون الدواء اللي خدناه من ورا الراجل الاشخخي. لكن ده احنا خدنا كاس واحد. ايوه، ما احنا لازم مخنا صغير وكاس واحد لخبطنا، وكمان علشان نحن خدناه من ورا الراجل سرقه يعني حرام. والعمل ايه دلوقتي؟ لا عمل ولا حاجه، خلينا ماشيين في التهيؤات لحد ما نشوف اخرتها ايه، وكل ما يقولولنا على حاجه نوافق عليه لحسن يحصل عندنا الحسن. عثمان. ايه؟ خلاص مدام عارف اسمك تبقى مش تهيؤات. دي تهيؤات جنس تاني يا مغفل. جنس تاني ازاي؟ انا عارف راح تعمل لي فلسفوس. التمرج اللي طلبناه فين؟ واقف بره يا بيه. اندهل. حاضر. وازاي حصلت الحادثه دي؟ شيء بسيط، بيقولوا ان كيس قطن وقع على راسه. نعم يا دكتور. انت التمرجي؟ ايوه يا بيه. المطلوب منك فوق عملك انك تكون حارس عليه، لان اللي حصل على بيه ده سبب له ارتجاج في المخ، ويجوز يعمل حاجه يكون فيها خطر على حياته، فلازم تحافظ عليه كويس لحد ما يطيب ولو احتاج الامر لاستعمال القوه. حاضر يا بيه. مش ممكن اشوفه دلوقتي؟ مفيش مانع، بس لازم توافقوا على كل حاجه يقولها. ليه؟ في خطر؟ هو هيقعد كتير في السرير؟ بالعكس، ده لازم يخرج ويتفسح ويشوف شغله، وبالطريقه ده هي عقله يرجع لحالته الطبيعيه. مفيش خوف، اتفضل. وايه فكرك، ناكل ولا؟ طبعا ناكل. ايش دخل الاكل في التهيؤات؟ ولا هنفضل كده تهيؤات على لحم بطننا؟ حبيبي بعد الشر عليك. ايه حبيبك؟ انت مين؟ ايه؟ انت مش عارفني؟ لا والله، لاني ما شفتكيش الا دلوقتي. بابا. سلامتك يا علي بيه، انت كنت غايب فين اليومين دول؟ ما قلت لكم كنت في الاشجخانه، ومش فاهم جبتوني هنا ليه؟ تحب تنزل تشوف شغلك؟ طبعا لازم نروح نشوف شغلي. احضر لسعادتك انهي بدله تعجبك؟ سيب برضه اللي تجيبه، وجيب كمان بدله علشان الولد ده هو قد تمام. حاضر يا بي. شوف بقى يا علي بيه، نظرا لانحراف صحتك انا عينت حضرته علشان يكون تحت امرك ويحافظ عليك. يحافظ على مين؟ اسكت، قلت لك دي تهيؤات. وافق حضرتك؟ موافق؟ ايوه موافق. اتفضل يا بيه. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه يا سعاده البيه. الله يسلمك. مين حضرتهم؟ ما قلت لك ده زميلي، وده حطوه حارس علينا. ايوه يا بيه، انا التمرج الخصوصي اللي عين الدكتور عشان اخد بالي منه. ايه اللي ياخد باله مني دي؟ اتفضل اتفضل، ربنا ما يحرمنا منك. احسن انا في اليومين اللي جبتهم دول هلكت خالص. اتفضل اتفضل. يعني ايه، مش هروح الاشجخانه؟ لا مش ضروري. الدواء اللي تطلبه نبعت نجيبه هنا. نطلبه؟ دول هم اللي هيطلبونا. وافق، دي تهيؤات قلت لك. انا والولد زميلي ده على كيفك، مستعدين نشتغل نكنس ننضف سيمنت هاوس. الله يبسطك. تعال بقى تعال بقى شوف شغلك. تعال 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 اقعد بقى. كتر خيرك. اقعد يا ولد. نعم يا بيه. من فضلك يا مدموزيل قولي للباش كاتب علي بيجا. فين العلي بيجا؟ حاضر يا بيه. يلا شد حيلك بقى. لا ما تخش، نحن ننضف لك المكتب ده ونلمعه ونخلي لك كده سيل قروصه. اقلع ولا شد حيلك ولا علشان يلبستوا مننا. يلا يلا. شيء غريب جدا، علي بيه حالته ملخبطه خالص. لا مفيش حاجه، الدكتور قال كلها يومان ويطيب. على الله. اسمع ولا بد. ايه اسمع. نعم. الراجل اللي كان هنا اول ما دخل واحد من دول طلعت من الباب دي واحده ست. ايوه صحيح يا اخي. ايه رايك اذا كنا نتك على واحد منهم؟ جرب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا بيه، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ولا دي شغلانه حلوه قوي قوي. تعالي تعالي. انت اسمي جنابك ايه؟ اسمي مارسيل يا بيه. اسامي؟ لا مؤاخذه يا بيه، اتفضلي بره يا مدموزيل. يخسر الله ينكد عليك وش نكد. ايه في ايه؟ المدموزيل ريتا وميري سالوا على سعادتك في اليومين اللي غبتهم، وكان لازمهم فلوس عطتهم 10 جنيه، وبعت 2 كربي ورد للمدموزيل بيبا، ولكن المدموزيل عايده ما بنتش في اليومين اللي غبتهم سعادتك. ايه وبعدين؟ فوالا جينيريان دو ترادير ستو. ستو ايه وخالته ايه؟ الله يلعن ستو. اسمع من فضلك، هو البي كان بيهزر دايما مع الستات قبل الحادثه اللي حصلت له؟ ايوه.
انت فهمت حاجه من الكلام اللي قاله لك الراجل ده؟ ابدا يا اخويا، انما ليه كل واحد يشوفنا يقول يا بي يا بي؟ ايوه صحيح، ليه كده؟ اسمع ولا نعم، نحن لازم مش جايين هنا نكنس ولا ننظف ولا نعمل حاجه، نحن لازم بهوات بس مش حاسين. شيل منديلك في جيبك وتعالى نلبس هدومنا، خلينا بهوات على طول. ايوه يلا. ايوه, أيوة. لبس. ايوه لبس يلا لبس سالة البيت يا ولد. يلا بقى نجيب عصفورة غير اللي طيرها مننا الراجل التخين الملعون ده. فكرك ندوس على مين في دول؟ ده ولا ده؟ خليني انا اضرب من نفسي. ضربة في بطنك. اسكت افندم يا بيه. اه شايف تنقيت يا عم؟ حلوة. اسمح. نعم يا بيه. اذا كان يجي الراجل التخين اللي هنا ده ويقول لك اطلع بره ما تسمحش، ما تطلعش. حاضر يا بيه. يا ولد شايف؟ تعالوا الجنب هنا شويه وانت ترزي عندك. اودي يا ولد شايف؟ شايف الموزه؟ لا يا بيه. بيه وتيه ايه؟ سيبك خلينا نتمتع، ما حدش واخد من الدنيا حاجه. تعالي في حضني تعالي يا ولد. بلوزه تطلعت لها تانيه توي. صعليك، ما كنت تعمل كده من زمان. يا ريت بس ما حدش قال لي. طب اديني كمان بوسه. بوسه مية. نعم يا بيه. انتوا اللي جاب كلكم ايه؟ ضربت الجرس يا بيه. ايوه ضربت الجرس. انا ساعات الجرس. ايوه ضربت الجرس انا، ما جرشتش حد ابدا. يلا يلا يلا. ايه ده؟ يلا ده يتنكد عليكم ليله العشوه الطيبه. ايه ده؟ اما غريبه دي الله. والواد بندو راح فين راح؟ ادينا اهو. اه يا ملعون، لازم بقى انت اللي جرست الدنيا ولميت الناس دول كله علينا. دول مجانين، تعالي نقعد. لا مؤاخذه يا بيه. ايه؟ عن اذنك شويه يا مدموزيل. لا ما عن اذنهاش. انت عايز ايه؟ جناب المشمهندس عاوز حضرتك. ولا انتس ولا منتس. يلا. بقول لك جناب المشمهندس عاوز حضرتك. اتفضلي بره يا مدموزيل. ولا نعم. هو الراجل ده بيبصبص لي بعينيه كده ليه؟ انا عارف. اتفضل يا بيه. اما شوف عاوز ايه. اتفضل. الله، امال فين المهندس اللي بيقول عليه المغفل ده؟ انا المهندس. ها؟ شريت يا مونكي بوكو. الله 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 الله. اما انت حته مهندس لكن على قوي. وديت يا شيري. لا اتكلم عربي يا بلوسه. انا اشتريت جزمه حلوه. ايوه جزمه عايز بالهنا والشيف دي تتاكل حاجه. دي ب 10 جنيه بس. اه 10 جنيه؟ جزمه ب 10 جنيه؟ 10 جنيه يشتري تليفون. رئيس الحسابات عاوزك يا بيه. هو انت مش عايز تسيبني ابدا؟ رئيس الحسابات عاوزك. اه يعني ايوه. وفين رئيس الحسابات؟ في الاوضه اللي في الوش. طيب عن اذن جناب. رايا فين؟ اديني 10 جنيه. ايه 10 جنيه؟ انا معايا حاجه. اتفضل انت يا بيه. ايه انت معاك؟ ادلها ادلها. اما نشوف مين دي كمان. ولا بندق. نعم. دي شغلانه على كيفك. انبسط. اول ما نخربش الباب يفتح لوحده. لا لا اهو شوف عن اذنك. اتفضل. يا ولد يا ولد، انا برضو كنت عارف ان رئيس الحسابات ده يكون حلو قوي. ايه انت مشغول يا توتو؟ يا صلاة النبي، مشغول قوي. ما انتوا جننتوني كلكم، لحستوني. اخص عليك، انت بتقابل حد غير؟ لا فشل، انا مش رانا هقابل حد تاني غيرك ابدا. واش كان يجي السكرتير بتاع الملعون ده قول حد تاني اوسك، مش رانا نسيبك ابدا. لكن انت اسمك ايه بقى؟ يا سلام على دلعك يا روح. يا سعادة البيت، مش عايز تقابل حد ابدا.
لكن يا بيه لا مهندس ولا مدير ولا حسابات ولا هبابات، انا خلاص مش رايحين من هنا. ايه لكن يا بيه دي خطيبه سعادتك. اخس نسميله والعمل نوزع دي ازاي بقى؟ من الباب التاني. اتفضل حضرتك من هنا. طيب وزع يا ابني يا ابني. تعرف ان انت كلك نباهه، كرشك ده بيخر زكا بيخر نباهه. وزع. ايوه اتفضل. وزع وزع. ولا بندق ايه؟ فين ياسمينه؟ ياسمينه هي جت هنا؟ ايوه الراجل التخين جاني وانا في عز الشغل وقال ان خطيبتك جت. انا هنا يا روحي. ايه هو انت؟ امال ازاي الراجل المغفل ده جاي بيقول لخطيبتك؟ امال انا مين؟ انت ده انت الخير والبركه كده كده ونص. طيب تعالى على جنبي بقى. اوي يا ولد. تعرف انك من يوم الحادثه دي بقيت ظريف جدا. الله يشرفك. اسمع بقى عيني. اوعى تاخر على العشاء، تعالى بدري الساعه 8. الساعه 8 ده نجي لك الساعه 7. وبيتكوا فين بقى؟ يا اختي عليك وعلى هزارك بقى، ما انتش عارف. لا مش عارف. اوعى تتاخر. لا هوا اوعى وراك هوا. هوا يخرب بيت ابوك. ايه ده انت تنك تفرق في كوبايه الصغير دي؟ هات هنا بالكبيره. مش هين عليك فرق في الناس. بس الله عمرك شديت نبيت زي دي؟ ابدا يا اخي. اما النبيت اللي عندكم ده يضرب النبيت بتاع الخواجه تناشي بالسرمه، والابي بيه الاساس بخمس ساعة. انتوا بتشتروا الاساس بكام؟ الازازه ب 30 ساعة يا فندم. دي نبيت شاتو بومار. حمار؟ خليك فاكر ماركة الحمار دي يا ولد. ايوه 30 ساعة الازازه يعني تبقى كوبايه ب 10 ساعة. تبقى الشفته بقرش. اشرب في صحتك. صحتك وصحة عيونك يا حياتي. الله هو اتغير كده ليه من امبارح؟ امال فين الكلام بتاع الشغل والبورصه؟ ايه يا بيه فكره كيف الاسهم؟ اسهم؟ ايوه. مين دي اللي اسهم؟ انت اشتوهم ولا بندق؟ لا والله ما اشتوهم. ما حدش مننا اسهم. عال عال وبينجد كمان. ايه اللي غيره كده؟ انا عارف اهو بقى كده من يوم ما وقع عليه كيس القطن. والله ده بقى ظريف. ايش حال امال لو وقعت عليه بقى؟ انما انت ما قلتلناش مين حضرته. ايه ده كل واحد يسالني مين حضرته مين حضرته؟ حضرته الولا بندق. ايه ده؟ ايوه بندق. تتفضلي تدوقي الموزه دي. نعم. لا ما تعرفش الناحيه دي. لا احسن نقطع موزه رقبتك. اقعد. سلام. قد كده بتغير عليا؟ اغير عليك؟ ده انا نغير عليك من الهوا. كنت اسمع تقوم تمشي كده شويه في الجنينه علشان انا عاوز نبوسك بوسه لكيفك كده. مفيش مانع. تسمح يا ابا ننزل نتمشى شويه في الجنينه؟ اتفضلوا. عن اذنكم يلا بينا. يلا. ايوه لا انت بتشرب ايه؟ ده عشان غسيل ايدين. غسيل ايدين غسيل بطن زي بعضه. يلا ابنا نحن راح نقعد في الكشك في القمره لما نعم. وانت رايح فين يا سيد امك؟ رايح فين؟ رايح معاك. لا انت تنك ورايح. خليك مرزوق هنا. فين هو ده؟ فينك البلد؟ انتوا رايحين فين؟ عايزين تتاني. انت مش عارف اني ما اقدرش اسيبك؟ ما تقدرش تسيبني علشان ايه؟ عندي امر بكده من الدكتور. ايه الدكتور دي؟ طيب افرض ان انا عاوز نبوس الست مثلا. تقف تتفرج كده حضرتك بتقولك ده؟ امر الدكتور كده. ايه الدكتور ده كمان؟ تعالى يا فندم سعاده البيه. عبد الله يا فندم ده كمان. انا يا بيه. ايه هو انت؟ هو انت كلنا ما نتبع لحاجه كويس تتلقش الافريق كده؟ مش عارف سعادتك انك عندك جلسه الليله في البنك مهمه. انا مش عاوز على جلسه ولا نعرف جلسات ولا كلام بحر. يا سعاده البيه انت مش عارف انك عندك جلسه في البنك مهمه الليله قوي؟ اه يا ملعون انت لما تبصبص لي كده كون في عندك حاجه. والجلسه اللي عندك دي احسن من الجلسه اللي انا فيه دلوقتي. جلسه مهمه قوي كده قوي قوي. يلا ولا بندق على فين؟ هتجلس بتاعه. افصى عليك. يعني مش هتفسح شويه في الجنينه؟ لا انا نتفسح بس لما اخلص الجلسه دي وانا نيجي نعمل لك جلسه مخصوص على كيفك. جلسه ثانيه. ايه وانت رايح فين؟ وياكوا يا بيه. لا انت ويانا ويانا اللسعه. يلا ولا ده غنى قوي. ايه جرى ايه؟ لازم في عجله نايمه يا بيه. عجله نايمه؟ انزل صحيها. حاضر. العجله مش نايمه. امال جرى ايه؟
ولا بندق. اه مش ده العمود 550 ولا تهيؤات رخم؟ لا يا اخي مظبوط هو. طيب استنى اما نروح نشوف تهيؤات ولا مش تهيؤات. هو راح فين؟ لا دي مسألة بسيطة كده. حضرتك اسمك ايه؟ انا اسمي مالي. يا حلاوتك رايح فين يا جدع؟ تعالى لحد يظبطك يقولوا عليك حرامي. لا ما تخش انا معروف. مظبوط انا عثمان بالأمارة واخد على طول عمود هو. وادي السلك نمر 4 اللي صلحته. وادي شباك نسمينة. 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 عثمان. مش انا عثمان. امال انت ايه؟ ولابس كده ليه؟ انا عارف تهيؤات. يلا يا عثمان. طيب اديني جاي. ايه؟ الستات دول معاك؟ لا دي تهيؤات برضو. اغصى عليك انا كنت فاكرة انك بتحبني. طبعا بنحبك. انا احب حد غيرك ابدا. ما يلا بقى يا اخي. طيب قلنا جاي. انا رح نرجع لك نوبة تاني. طيب. اي. بس انزل على مهلك. يا روحي. على مهلك يا عثمان. بص. يا بقى يا اخي جايبتنا. يخرس. كمان واحدة. اهدى اهدى. ها عملت ايه؟ حصلت الفلوس؟ ايوه 10,000 جنيه هنا في الشنطه دي. عال الساعه دلوقتي 4:30 والبنوك قفلت. واعمل ايه دلوقتي يا مغفل؟ لما ترجع بالفلوس دلوقتي في الشركه مضطرين يخلوها في الخزنه لحد الصبح لما تفتح البنوك. وما تنساش انك تسيب شباك اوضه الحسابات مفتوح. يا نور افندي انا خايف قوي. يا مغفل ما تبقاش جبان. الباسبورتات اهي جاهزه والطياره تقوم الساعه 5 ومسألة دي مش هتنكشف قبل الساعة 8 نكون احنا بعيد. طيب انا رايح بقى. ما تنساش الميعاد نص الليل. طيب. علقنا الروب يا علي بيه. انا عيني قرب شوية عشان ما نطولش القلاك. ما شاء الله انت زرع بدري زي النخلة. اقلع. جنوبي ده ليس سواروكي كار. تيك تاك ده ايه؟ يعني لازم تتكلموا بالفرنكي؟ تكلموا بالعربي؟ لازم نتكلم بالعربي؟ ايوه. ستي في ايه يا فاطمة؟ في واحدة بتسأل على عثمان وبندق. ما عندناش هنا لا بندق ولا لوز. استنى شوية، ما احنا بندق ولوز. ما قالكش اسمها الست اللي بيسأل دي؟ بتقول اسمها ياسمينة. ياسمينة يا خبر. ودي مين اللي جابها هنا دي؟ أنا اللي جيت بنفسي. هو ده الشغل بتاعك يا خباص؟ واديني فضلت ماشية وراك لحد ما شفت كل حاجة بعينيا. خليك بقى مع الستات بتوعك دول. نسمينة. نسمينة. أبدا خليكوا يا الستات بتوعك دول، لكن أنا واحدة فقيرة مسكينة خدامة. فشل، أنت عندي أحسن من كل حاجة. أبدا خليكوا إياهم، أما أنا مش هتشوف وشي بعد النهاردة أبدا. نسمين يا أخي تعالى سيبك منها. سيبني منها يا مغفل؟ سيب البنت اللي من جيش من دمي ونعرف ناس دول بتوع تيك توك وكلام فارغ. أوعى. خد الهدوم بتاعته. الله رايح على فين؟ أنت مالك؟ بيعمل الامور. هو بلا امور او انت؟ انا ناكل من الحركات دي. يلا ولا يلا يا سيدي. يلا. انا مش عارفه جرى له ايه علي بيه ده. ايوه ضروري لازم نصلحها. انا نقدر على زعلها. نسمينة. نسمينة. ايه هو انت؟ ايوه انا. وليك هينتج هنا تاني يا غشاش؟ لو شرفك انا مش غشاش. اخرس. دي بس تهيؤات. ابدا انا شفت بعيني ولازم اسافر دلوقتي حق. نسمينة. أبدا. نسمينة مسكينة بتحبني. ايوه بتموت فيه موتان وانا كمان بدوب فيها دوبان. نسمينة لا حول الله. ايه عملت ايه؟ عملت ايه؟ قفلت الشباك في وشي وقالت النار تسافر. انا راني اتجنن يا بندو. اهي ياسمينة اهي اهي. نسمينة. نسمينة. بص يا خباص يا فلاتي. بس اسمعي. ما اسمعش ولا حاجة. تضحك عليا وبتقول انك بتحبني. ايوه والله العظيم بنحبك. روح حب النسوان اللي كنت ماشي وياهم. لا دول هم اللي مشوا وياي. اه بتضحك عليا وبتقول انك راجل غلبان ولابس بدلة قيافة اهي. لا دول هم النسوان لبسوني القرافة. كويس روح للنسوان اللي لبسوك البدلة. بس اسمعي. نسمينة. نسمينة. والعمل دلوقتي؟ لا عمل ولا حاجة. دلوقتي حالا نقوم نخلص نفسي من التهيؤات اللي انا فيه وكلام الفارغ. طيب والحارس اللي علينا؟ بس تعالي انت مالكش دور. انتوا رحتوا فين؟ ندي احنا جايين. نحن في السجن ولا ايه؟
تشويش. طيب ولع النور الصغير بس. هات المفتاح. انما انت متاكد ان محدش شافنا يا اخي؟ ما تبقاش جبان. سامع حز؟ قرب اهو يا بندق. طيب على بيه رحنا في داهيه. انتوا دوختوني من هنا لهنا لهنا، جايين تعملوا ايه هنا في نص الليل؟ انت مالك؟ جايين نشوف شغلنا، اتفضل اترجي هنا. لا نيجي معاكم. انت سايق؟ ما انتش فاهم. اصل العباره بدينا نكلم واحده ست في التليفون، كلام كده وكده ما يصحش انك تسمعه. كده؟ ايوه استنى هنا خمس دقايق. هات له قهوه يا محمد. حاضر، بس ما تغيبوش. لا ما تقلقش، مش هنغيب. نور اهو يا حسن، ادينا دمك. طيب تعال. بس انا بدي اعرف انت جايبني هنا في نص الليل نعمل ايه؟ بس بلاش غلبه، اقعد اقعد اكتب اللي راح نقول لك عليه. طيب يلا شوف ورقه. ايوه اي ورقه. خلاص قول. انا خلاص. انا خلاص مش عاوز نشتغل عندكم. مش عاوز نشتغل عندكم. ولا تدوروش عليا وتجيبوني بالعافية. ولا تدوروش عليا وتجيبوني بالعافية. سلام عليكم. سلام عليكم. اهدى. يلا. اهدى. ايوه. دلوقتي نهرب من الشباك، ننزل على سلم المذبح، ونسيب الحارس اللي واقف يستنانا دي اللي زي الفيل يرن للصبح. نهرب نروح على فين؟ على ياسمينة. روحي بترفرف على شعره. ايوه، لان انا اديت من الشغلانة البايخ دي. كل نسوان شيء طويل شيء قصير شيء رفيع شيء تخين. يلا الله يخسرها يا اخي، دي تهجوات. بس بلا تهجوات بلا كلام فاضي. يلا يلا مد اتحرك، حتى في الهربان بليد. افتح الشباك بشويش بس بشويش. خلاص يا عم، ادي احنا هنلطش المبلغ ونقعد مطمئنين، ولا نهرب ولا حاجه. يعني مش رايحين يظبطونا؟ ابدا يا مغفل، لان علي بيه بهربانه ده اثبت على نفسه الجريمه والتهمه لبسته. تعال تعال. نرجع تاني. ولا ايه؟ مش ده الراجل بشكاتب بتاع البنك والتاني المحصلات اللي وياه؟ ايوه ايوه هم جايين يعملوا هنا في نص الليل؟ احنا مالنا يا اما؟ مين اول واحد اكتشف السرقه؟ انا يا بيه. جيت المكتب الساعه 8 زي العاده، ودخلت الاداره علشان اخد دوسيه الكونتراتات، فلقيت الخزنة دي مفتوحة، فرحت على طول أنبه سعادة البيه الرئيس. مظبوط. كويس، وما تشكش في حد غير علي بيه؟ أنا متأكد إن هو اللي عمل العملة دي، لأن امبارح لما المحصل جاب العشر تلاف جنيه قال لي سيبهم في الخزنة. أنا مندهش جدا، ولا كنتش أنتظر إن علي بيه يعمل كده. ومين اللي معاه مفاتيح الخزنة غير علي بيه؟ مفيش حد غيره. تشرب من الدواء ده اللي بيعمل تهيؤات. لا 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 بيه، واحنا ما حرمناش. هي صحيح التهيؤات حلوه، لكن فشل. انا عندي نشمينه احسن من كل تهيؤات الدنيا. ايوه يا روحي احسن، بعدين تعرف غيري وتسيبني. لا ابدا، مش راح نسيبك ولا لحظه. بل ايه ده؟ جراي ايه ده؟ ايه انتوا ايه؟ ماله؟ مسكينه ليه؟ حرامي. انا حرامي؟ ايوه حرامي. ايه؟ ايوه حرامي. لا ابدا ابدا، انا مش حرامي. وديتهم فين ال 10000 جنيه اللي سرقتهم؟ 10000 جنيه؟ انا سرقت 10000 جنيه؟ ولا نعم. لازم الناس دول رخرين شربوا من قصاصة الدواء اللي شربنا منه.
هز اخرس هنروح الحبس. حبس ايه؟ لا انت مش هم ظبطوها امتى؟ امبارح بالليل يا فندم. اتفضل. ايه هو انتوا؟ تعال حقوني انا مش فاهم دول عايزين مني ايه و10000 جنيه ايه اللي بيقول عليه؟ معلش طول بالك، لكن انت لابس كده ليه؟ لابس اللبس بتاعي؟ وفين نسمينه والولا بندق علشان نبعت لحد من اهلي يجي يشوف المصيبه اللي دخلت فيه دي؟ لا معلش انا جايب لك المحامي بتاعنا هو علشان يدافع عنك. حضرته علي بيه. ايه؟ انا لسه علي بيه؟ لا حول الله. من فضلك تسيبنا شويه لوحدنا. حاضر، بس طول بالك عليه لانه زي ما فهمتك عقله تملي ياخد ويدي. لا ما يكونش عندك فكرة ابدا. اورفوار. اول ما اشوف الولا بنتو تبعتولي قبل ما تدخلوني في الحبس. حاضر. ايه؟ لا حول الله. ايه؟ ادي احنا بقينا لوحدنا. او سيه؟ قول لي بالحق العشر تلاف جنيه وديتهم فين؟ عشر تلاف جنيه؟ انا حرامي؟ انت مجنون؟ نفرض انك ما سرقتش، هربت ليه؟ هربت من التهيؤات؟ تهيؤات؟ تهيؤات. بص كده ليه؟ ما تخافش باذن الله. اه ملوم براعة وستين براعة كمان. دلوقتي اسمع. ايه؟ اوعى تفتح بقك ولا تتكلم كلمة في التحقيق. كل ما يسألك سؤال او حاجة تقول لهم المحامي بتاعي هو اللي يجاوب عنك. طيب فهمت؟ ايوه فهمت. ما تفتحش بقك. مش رنبت ولا نقفل. تتكلمش ولا كلمة. إيه بس يلا خلصنا طلعني براعة علشان روشه بشغلي. فهمت؟ ايوه فهمت. طيب ايه دي؟ اسم الله انتوا ما عندكوش محامي انتوا؟ خليهم يجيبوا المتهم. حاضر يا فندم. انا مش فاهم القضية دي معقدة جدا، لأول مرة في حياتي بشوف قضية متلخبطة بالشكل. ادي احنا جينا. حضرتك متهم بانك سرقت من الشركة 10000 جنيه. ايه الكلام اللي بتقولوه ده؟ انتوا كان قالوكوا ايه؟ 10000 جنيه ايه والشركة ايه؟ انا بسألك سرقت ولا ما سرقتش؟ انا ليه سرقت؟ فشل. انا نموت من الجوه لن مد شيدي لحد جبت. تسمح لي يا بيه اني اوجه له بعض اسئلة؟ مفيش مانع. بقى حضرتك بتنكر انك علي بيه؟ علي بيه ده؟ انا ما نعرفش الالبي اللي بتقول عليه دي. من فضلك ترد على سؤالي. لا ما ردش. هاتوا الراجل التخين هو اللي يجاوب ده او استوقعني يا مكار. يعني المحامي بتاع حضرتك اللي قال لي ما تفتحش بقك وانا راني جاوب ده. اندهوله المحامي بتاعه. المحامي بتاعه بيه بعد خبر انه هيتاخر 10 دقايق. طيب هاتوا الشهود نسمع اقوالهم على ما يجي. حاضر. شهود ايه اللي راجبهم دول؟ اما نشوف راي يشهدوا عليا بايه؟ معاك سيجاره؟ ايه نطلب منه هو؟ اسكت. تحاسب؟ ايه ده؟ والحق عليك وانتوا اللي خدتوا العلبه بتاعتي الحجز بتاعكم. اسكت بلاش غلبه. يا باي. حضرتك تعرف المتهم؟ طبعا اعرف علي بيه لانه خطيب بنتي. خطيب بنتك؟ انا خطيب بنتك؟ ودي مصيبه دي كمان. طيب اتفضل. عندها الشاهد نمره 2. الا خطيب بنته. معلشان ما رحت اتعشيت عنده مرة عايز يلسق لي بنته. ايه اللي تعرفه عن مسألة السرقة دي؟ في الليلة اللي حصلت فيها السرقة حاول انه يهرب مني 3-4 مرات وفي الاخر قال لي انا عندي شغل في المكتب ودخل هو وزميله في الادارة. وما خدتش بالك ان كانت الخزنة مفتوحة ولا لا؟ لا والله يا بيه ما خدتش بالي. وكانت الساعة كام؟ الساعة 12:30 بالليل. ولما دخلت بعضهم بعشر دقايق ما وجدتهمش ولقيت الشباك مفتوح. ايوه انا والولا بندو هربنا منه من الشباك. على اوعى تفتح بقك. نهارك سعيد يا سعاده البيت. سعيد الله. انا مش قلت لك ما تتكلمش؟ بترد عليهم ليه؟ انا رديت. اسكت. طيب يا بل يا سعاده البيت، هذا المتهم موكلي رجل شريف جدا ولا يمكن ان تمتد عنه للسرقه مطلقا. ايوه يا بيه رجل شريف جدا. ايه شدات ان انا راجل شريف؟ سلام عليكم بقى. تعال هنا يا راجل. ايه في ايه تاني؟ جنابه يا سعادة البيه ما سرقش ال 10000 جنيه، لكن خد بال سعادتك من معنى الكلام، هو ما سرقش ال 10000 جنيه لكنه فتح الخزنة وخد. ايه ده يخرب بيتك؟ انت اللي توديني في داهية. سيار يا استاذ، سرقهم او اخذهم في المعنى واحد. ابدا، في فرق كبير بين سرقهم وبين اخذهم.
ازاي الكلام ده يا استاذ؟ كلام جهله جهله تستعني بكرامتي. انا جاهل طبعا، لان ده كلام ناس ما يفهموش في القانون، وانا بكلمك بصيغتي محامي. محامي؟ امال انا ايه؟ بقال. بس هدي دمك يا متر، تعجبك الاحاله دي يا حاج البيت؟ من فضلكم يا اساتذه المرافعه ما هيشيلها. اتفضل انت، ده لشهود ثلاثه واربعه. حضرتك والله طيب الاساتذه دول اللي عاملين زي الدكان. بونجور مسيو. بونجور. تعرفوا حضرته؟ باردون. فيل كونيسي مسيو. وي سالبي. ميرسي. اتفضلوا. سيفني. وي ميرسي. الشاهد نمرة خمسة. يا سلام، تعرف ان تياد دولي ولا يبوس بوسان؟ نعم يا بيه. تعرفي حضرته؟ ايوه، ده عثمان خطيبي. مصدقتي بان انا عثمان؟ دي نسمينة خطيبتي. عثمان انت اسمك ايه؟ عثمان ابن عبد الباسط ابن عبد الرحمن ابن عبد الحفيظ ابن عبد العزيز ابن انا نبدا نقول لك لامتى؟ سلمة. ازاي الكلام ده؟ سي الناس اهو كده. شاهد نمرة ستة. اتفضلي يا عضو. لا مؤاخذة يا استاذ، عثمان ده يبقى ايه؟ والله يا سيدي ما انا عارف. سارح ابن خالتي. عثمان تعالى يا جدع انت. تعرفه؟ ده 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 عثمان ابن خل 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 خالتي. عمره ما يس 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 ولا يتخن خن 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 خن. طيب 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 طيب. شاهد نمرة سبعة. اقعد انت. مم 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 مم. بس كفاية. اس 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 لا لا لا. قلت لك اسكت. طب 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 طب. اما حكاية ملخبطة خالص. تعالي هنا يا هانم. انت تعرفي حضرته؟ ايوه ده علي بيه خطيبي. علي ايه؟ خطيبك؟ ابدا ده خطيبي انا. خطيبك خطيبك مش عاجبكي ولا ايه؟ ايه؟ ترى يضربوا بعض علشاني؟ لا لا دي اسمين ايه اللي خطيبتي؟ لكن التاني ده من رفوش اتعشيت عندهم بس. اوف هات لي الشهود 8 و9 و10. اه شفت بقى يا ستي خطيب مين؟ بربر. اقعدي. ويا بندق عثمان. تعرفه؟ ايوه ده صاحبي عثمان عبد الباسط. عثمان وانت تعرفه؟ ايوه ده عثمان واشتغل عندي يومين في الاجزخان. ايوه اشتغلنا عنده بأمارة مكاننا اللبخة انا والواد بنته. وانت تعرفه؟ ايوه نعرفه. اه كان بيشتغل عندنا بيه في مصلحة التلفونات. طيب اقف انت هو هناك. انده اللي باقي الشهود بقى 11 و12 و13 و14 قربوا هنا شوية. انتوا تعرفوا المتهم؟ ايوه 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 جنابه علي بيه مدير الشركة. انت اللي حصلت المبلغ العشر تلاف جنيه؟ ايوه يا بيه، وحطيتهم في الخزنة لان البنك كان قفل. وانت اللي تممت على الفلوس؟ لا يا بيه، لان انا يومها كنت عيان ولا خرجتش من ولا مش ده الراجل باش كاتب بتاع البنك؟ يا بيه يا بيه ليلة الحادثة أنا شوف. اسكت أول أنت، خلينا نتكلم. لما روحنا المكتب أنا والولد بنتو. أيوه أنا كنت وياه وكنا تحت السلم و يا ولد اسكت خلينا نتكلم. وبعدين لما روحنا أنا والولد بنتو ونحن قاعدين تحت السلم. سلم إيه؟ السلم بتاع ال لا مفيش يا أخي. ما تقول له السلم بتاع ال اسكت يا مغفل دي تهيؤات. طيب طيب بس بقى أنت أهو، ومن فضلكم تقفوا كلكم صف واحد. يلا انا دلوقتي فهمت كل حاجه. انت علي بيه؟ ايوه. لا عثمان لخبطتينا اللخبطه. حضرته يبقى مين؟ علي بيه. وانت عثمان؟ علي بيه. عثمان؟ علي بيه. عثمان؟ علي بيه. عس 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 عثمان. علي بيه. عثمان؟ علي بيه. عثمان؟ علي بيه. عثمان؟ علي بيه. ما تقول لي يا اخي انت عثمان ولا علي بيه؟ علي بيه. لا 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 انا عثمان. انت مش عارف نفسك مين؟ انا بدي انسحب من القضيه دي، مش عايز اترابع فيها ابدا. ده مش حال، ده ده شغل ايه ده؟ لا 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 طول بالك يا مستر. طول بالك. Thank you.
بيعته بين بول. بونجورنو سينيوري. بونجورنو سينيوري. بين. جراتس. ايه؟ ازاي الكلام ده؟ انا لازم اسافر دلوقتي حالا. ايه في ايه؟ اتفضلي شو كاتبين ايه؟ انا سرقت 10,000 جنيه وهربت. ايه المجانين دول؟ انا عارف، انا لازم اسافر حالا بالطياره. انديامو. انديامو. بريستو. بريستو. مشهور في الجرائد ده. والله يا بيه انا لغاية دلوقتي مانيش مصدق الحكاية اللي انت متهم بيها دي. متهم ايه؟ تجللت ولا ايه؟ 10,000 جنيه ايه وكلام فارغ ايه؟ ولا اذا كنت متهزروا ده هزار بلد. بس هدي بالك يا بيه، اتفضل. هدي بالي ايه؟ ايوه هرب. اعملوا حصار بوليس سري على محطة اسكندرية ومحطة سيدي جابر علشان يراقبوا المسافرين. ما تضرب تليفون يا بيه في المكتب وتسألهم عن المحلات اللي بيتردد فيها، ربما نحتر فيه. مفيش مانع. نمرة الشركة يا بيه 672. ألو 672. ألو شركة الأسهم المتحدة. علي بيه هرب أثناء نقله من التحقيق للسجن. ما تعرفوش المحلات اللي دايما يتردد عليها؟ الشخص اللي بتدوروا عليه ضروري تلاقوه هنا دلوقتي. أيوة دلوقتي حالا. أيوة فين هو؟ لازم موجود عندك. اشغيله في الكلام وانا جاي دلوقتي حالا. هو هناك، انا رايح. نبه نيابة. امرك يا بيه. بقى سعادتك كنت في اوروبا يا علي بيه؟ ايوه كنت في نابولي. واول ما قريت الخبر الزفت ده خدت الطياره وجيت طوالي علشان اشوف مين اللي نشر الكلام الفارغ ده. ودلوقتي حالا لازم اروح اداره الجورنال واشوف مين اللي نشر ده علشان ده كتير في سمعه واحد زي. لا 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 ما تتعبش نفسك، خليك انت مستريح واحنا نبعت نسال. ازاي ده؟ انا حجني. ايه دول؟ ما انتش عارف حضرتك من دول؟ فاكر انك تهرب حضرتك ولا حدش يعرف يمسكك؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ وحضرتك قاعد ساكن ما بتتكلمش؟ شي بارد. دي لازم مكيده مدبره ضدي. اتفضل. اتفضل بس من فضلك تبعت لي المحامي بتاعي. اقفل الباب اهو. فهمني انت هربت ليه يا عثمان؟ هربت علشان عرفت الحرامي ولازم ضروري نثبته. عارف مين هو الحرامي؟ ايوه عارفه. انت؟ انا ايه يا ستين مغفل؟ الراجل البسكاتب هو اللي سرق الفلوس، هو والراجل زميله المحصلاتي. مش فاكر لما شفناهم واحنا مستخبين تحت السلم في نص الليل؟ ايوه صحيح. فاكر؟ ايوه فاكر. وفي التحقيق قال انه كان عيان ولا نزلش من بيتهم ابدا؟ دقيقة معناها ايه بقى؟ طيب وهتلاقيهم فين دول؟ الاقيهم قوي. ايوه لان سمعتهم وهم متدريين في ركناية. الراجل البشكاتب بيقول للراجل المحصلاتي الميعاد بكره في القهوة مورجان. قهوة مورجان؟ ايوه. طب هتظبطهم ازاي؟ قلت لي ازاي؟ راح ننزل دلوقتي انا وانت نلف على ولاد بلديتنا السفراجي والبوابين والاربجية والكل والبويجية كمان. ما نخليش حد، نتفق وياهم يستلموا بكرة في القهوة المرجان. كويس؟ كويس خالص. كده تنا لكيفة تنا أحسن من 100 بلوز سري كمان. طيب وهتعمل إيه؟ بس يلا بلاش غلبة وأنت استنانا هنا في الأوضة بتاع الواد بني. طيب يلا اتلحلح. عليكم السلام. تفضل. في البيش ربيع. قهوة سكر مظبوط. ها مفيش حد شافك؟ أبدا. عارف عندك ورقة؟ أيوة اديني ورقة. عثمان الراجل أبونا نجارة. سلموا حضرة محمود أفندي حسني مبلغ
2000 جنيه من مبلغ 10000 جنيه الموضوعة طرفكم أمانة. نوري يوسف اتفضل يا سيدي. مبسوط قوي اهو كده. بس ارجوك يا صديقي ما تجيبش سيرة لحد يا شيخ. فاهم بقى اه هجيب سيرة لمين؟ اديك بقيت صاحب 2000 جنيه دلوقتي. طب وانت بقى صاحب 8000. وماله؟ ما هو انا صاحب الفكرة. لك حق، لكن قولي علي بيه اراضيه فين دلوقتي؟ مين عارف ما يروح في 60 داهية؟ احنا مالنا وماله يا جماعة؟ اصبر الحرام. اصبر اصبر بالعالي والشفا هدول يا سلفون. سكوت. انت ما عندكش اخوال بعد دفاع المحامي بتاعك؟ لا. الحكم بعد المداولة. المسألة دي ما تهمناش. النقطة المهمة ان الشخص ده سواء كان علي بيه او عثمان هو اللي سرق 10000 جنيه، وانا من رايي اننا نحكم عليه بخمس سنين وبرد المبلغ اللي سرقه. ها موافقين؟ موافقين. ايوه اتفضلوا. اتفضل. محكمه. فلوس. بناء عليه وبعد الاطلاع على المواد السالفه الذكر حكمت المحكمه حضوريا. انا من ست الحرامين. ايه؟ المحصل ادي الورقه اللي تثبت الشقه بتو. اتفضل. ده سكوت. سكوت. شيء غريب. انت تعرفه؟ نعرف مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا وايه اللي وداني هنا؟ ها ما تعرفوش. ما نعرفوش ازاي؟ ده عثمان عبد الله. الله 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 الله. انا باين اتلحس ولا بندق باين التهيؤات هيرجع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. سكوت من فضلكم. رفعت الجلسه. وانتوا باذن الله هتجوزوا امتى؟ على قريب ان شاء الله، بس ربنا يفرجها يمكن يوقع علينا حاجه كده. ايوه لازم النبادي يوقع علينا سقف البيت. لا 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 ان شاء الله ربنا يتمم بخير. والفرح هتعملوه هنا ولا في بلدكم؟ والله زي بعض. اما انا بنت الاسمينه ان شاء الله راح نعمل لك حته فرح ملوكي، ونلبس كده زي ما كنت على بيه واحسن كمان. بس ربنا يديني شويه فلوس بساط وانا فرجت المراجيح والمساسيك والتختروانات كل الحاجات اللي فتوني نجيبولك. اهلا اهلا عثمان. اهلا علي بيه. تعرف اننا كنا هنروح بدايه انا وانت؟ ايوه يا سيدي، وكل ده علشان اروح افسح الست عايده بسلامتها. اسمح لي اقول لك ولا مؤاخذه، انت حمار. ايه حمار؟ ايوه حمار، علشان انت ما تعرفش تسارس الستات. السنية بتاعك دي بتحبك تموت فيك موتان، لكن انت برضو حمار. ليه بقى يا عثمان؟ قلت لي ليه؟ علشان انت عامل لي فارح وحاطط مخك كله في الشغل اللي بتقولوا عليه استوهم ومسندات والكلام الفارغ بتاعكم. ايوه خليك على كده، اضحك فرفش هزر مع السنية بتاعك، اخطف لك بوسه كده ارسم من الهدوم اتلحلح. محدش واخد من الدنيا حاجه، لما تموت روح في دايره تاخد ايه؟ والله عندك حق يا عثمان، وانا من هنا ورايح راح اعمل زي ما بتقول. لما الولد منذ رانا فين؟ روح تدور عليه. والله كلام الراجل عثمان ده في محله. الله انت لبست بدله الجواز كده اوام؟ ايه؟ تعرف انها لايقه عليك قوي يا روحي.
ولكن انا انت أنا... ايه هات بوسه يا روح. ايه نشمينه يا لهوي، هو مش انت اللي ببوسه؟ عثمان. لا مش انا، اسمع انت اللي اسمك الاهل بيت احسن طريقه. اكل خد الصينيه بتاعك وانا ناخد النشمينه بتاعي ونبعد عن بعض. ايوه لحسن الناس يتلخبطوا فينا ما يعرفوش مين هو العلي ومين العثمان، فاهم؟ وهو كذلك. اسمع يا عثمان، اتفضل ده علشانك. ايه ده؟ ده شيك ب200 جنيه مكافأة لك لانك كنت السبب في نجاة علي بيه. 200 جنيه علشاني؟ ايوه. يا ولد نسمينا انا رح نعمل لك فرح دبل الدبل. الله، وانا مش هتديني حاجة؟ وانت انا ندفع لك اجرة البيت اللي متأخر عليك. الله تعالي بحطي تعالي. الله، انت واقف مبلم ليه؟ مش بوس خطيبتك زي ليه؟ يلا بوس، مختش من ايه؟ يلا وياي. واحد، اثنين،